طيب عندما يقول عليه السلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، طبعا هذا حديث صحيح أو حديث حسن يرتقي إلى الصحة. من سب أصحابي أأتي وأقول لا يا رسول الله أنا أعترض؟ فهذه كلمة يعني ليست موجودة في القرآن وليس لها أي دور في القرآن. طيب عندما يقول المصطفى عليه السلام، عندما يقول الباري سبحانه وتعالى عن أبي بكر عندما يقول لصاحبه ما قال لمتبعه، لصاحبه. وفي الحديث يعني يقرن المصطفى عليه السلام بين الصحبة وبين ما في السنة وما في القرآن في قوله عليه السلام ألا تتركون لي صاحبي، فيؤكدها، يؤكد ما في القرآن. إذن قضية الصاحب هنا أشمل من قضية التابع. فأنا عندي تابع، عندي أناس يتابعونني مثلا، لكن هل يتابعني هذا لا يلزم أن يكون صاحب لي، لكن إن وجد الصاحب الذي يصاحبني والذي يسايرني والذي ينصرني والذي أنصره ستجد أن في هذا المعنى معنى شمولي أكثر من معنى المتابع. يكفي هذا؟ نعم. طيب لعله أبقى معك فيما بقي من وقت حتى يكون الوقت باعتدال. إذن أنت ذكرت أن لفظة الصحابة تشمل الاتباع كذلك، ولكن لا يلزم أن يكون المتبع أن يكون صاحبا في هذا في هذا ما ذكرته أنت. نعم. لكن لفظة الصحبة هنا تأخذ هي في الاتباع أولا أم لا؟ الصحبة أشمل من الاتباع. من الاتباع. إيه نعم. نعم. أشمل. أنا عندي أن الصحبة أشمل، يعني أن الصاحب يشمل في ضمني من ضمني ملاصقتي للشخص الاتباع، لا نقول اتباع التقليد، إنما الاتباع يعني أنه متابع له وفي نفس الوقت مصاحب له. نعم. جيد. إذن وكيف ترد على الآية الكريمة إذ يقول لصاحبه؟ أنا لا أرد على آية. أنا أذكر عن ذكر الصحبة، وهذا سيتجه بإذن الله الأستاذ حسن، لأنه قال لم يذكر لفظ الصحبة في القرآن الكريم، لكن أنت ذكرت إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ماذا تقول في هذه اللفظة وهي مذكورة في القرآن إذن؟ نعم. أنا أقول أنه صاحب. نعم. أنا تقرير لمبدأ الصحبة ومبدأ الصحابة، والسلف أخذوا من هذه الآية نعم. مسألة الصحابة والصحبة. إذن أنت تقول أن لفظة الصحبة موجودة في القرآن نعم. الكريم. نعم. نعم. طيب طيب جيد. إذن أنت الوقت مع الدكتور إبراهيم، لكن قبل ذلك دعني أعود إليك بنفس السؤال. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هي وردت في القرآن الكريم أستاذ حسن، لماذا تنكر أنها ليست في القرآن الكريم لفظة الصحبة؟ هل قلت هذا؟ دائما سوء الفهم. أنا لم أقل لفظة الصحبة ليست موجودة في القرآن الكريم، وإنما قلت الصحابة الأصحاب ليس موجود في القرآن الكريم بهذا المعنى، بالمعنى في القرآن الكريم لفظة صحبة بالمعنى قد يأتي بالمعنى السلبي وقد يأتي بالمعنى الإيجابي. أما المذهب فهو يذكر كلمة الصحابة بالمعنى الإيجابي. فأنت قصدي عندما يقال الآن يعني أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، كلمة عامة يا أخي. هذا كلمة الصحابة، كلمة الصحبة فيها فيها المنافق. النبي قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وفيها الصالح مثل الحديث القاطع. لكن دعني فهمني في الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن. نعم. إيش المانع؟ إيش لا؟ هو ذكر الصحبة هنا. أنا لا أنفي، أنا قلت المعنيين في القرآن في الصحبة، أما الاتباع معنى واحد. فهمت قصدي؟ الصحبة في القرآن واسعة تشمل الكافر إلى المؤمن. الصحبة. الصحبة. نعم. من أبي جهل إلى أبي بكر. كلمة الصحبة. ولذلك وما صاحبكم بالمجنون أثبت الصحبة للكفار. إذا معنى واسع. هذا قصدي. أما ماذا فعل يعني المصطلح او العلماء في المصطلح انهم جعلوا الصحبه يدل على معنى واحد وهو المعنى الايجابي وتركوا المعنى السلبي، بينما الاتباع فقط المتبعون هو الذي يحمل المعنى الايجابي كاملا. تمام. عندما تخلينا عن لفظه المتبعين ومن اتبعك من المؤمنين، وحتى الفاظ فروعها، فروع كلمه المتبعين لها فروع، المهاجرين، الانصار، الصادقين، المفلحين، لما زهدنا في الألفاظ القرآنية وأخذنا هذا اللفظ الذي غير علمي أن نطلقه، ليس من العلم أن نطلق كلمة الصحابة ونقصد بها
الصالحين فقط، لأن الصحابة كلمة الصحابة والأصحاب كما قلنا تشمل الكافر والمؤمن والمنافق والمقاتل لك. أصلا حتى كلمة الصحبة في نفسها من الداخل في منافسة غير المتبع. طيب هنا اللفظ الرباني لماذا اختار هذه اللفظة كلمة إذ يقول لصاحبه؟ لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى متبعه؟ أو لماذا قال لصاحبه؟ مثل ما لماذا قال في الآية الأخرى إذ يقول لصاحبه لا تكفر؟ لماذا لماذا سمى الكافر صاحب للمؤمن إذ يقول لصاحبه لا تكفر؟ بس هنا فارق يا أستاذ حسن، هناك الشياطين تخاطب أو الملائكة تخاطب هؤلاء الذين يريدون أن يتعلموا السحر، هنا الخطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. لا ليست هذه الآية، آسف، ليست آية واتبعوا ما يتلى الشياطين على ملك سليمان، لا ما لا, لا الآية التي ذكرت لك لأن فقال له صاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائلا يقول قال له صاحب قال له صاحبه لا الوقت لا ليس قال له صاحبه وهو يحور أكفرت هو صاحبه ولا ما هو صاحبه صاحبه لكن لحظة المعنى القائل لا افهمني بس معك لأن أحيانا المعنى قد ينبغي أن يفهم أن كلمة الصاحب لفظة مثل أنا مثل ما قال الشيخ أنها لفظة أشمل لكنه جعل هذا الشمول خاص بالمؤمنين تمام ولم يجعل هذا شامل المنافقين لم يوصل المنافقين والكفار لكن الخطاب في القرآن الكريم إذا كان من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يكون له خصوصية كما ذكرت صاحب هذه الجنة عندما كان بينه وبين أيوة. صاحبه الحوار بالمناسبة آية الغار الأخوة الشيعة يستدلون بها على أنها معاكس يعني بس أنا ما أرى هذا الرأي وإنما أقصد أن كلمة الصحبة في القرآن واسعة هم يقولون الأخوة الشيعة أن الصحبة في القرآن يعني المعارضة على طول قال يوسف يا صاحبي السجن له عقيدة ولهم عقيدة وما صاحبكم مجنون له عقيد لهم عقيدة وله عقيدة إذ قال هو صاحب ذنب الغار له عقيدة وله لكن عقيدة لكن أستاذ حسن دعني في هذه الآية خل أكمل بس هذا المعنى قصدي لست مع هذا الصحبة في القرآن قد تطلق على المؤمن وقد تطلق على المنافق وقد تطلق على الكافر هذا المعنى الذي أردت أن أوصله لكن كلمة الصحابة موجودة لم يجب طبعا شيخ إبراهيم ترى ما أجاب على السؤالين هل الصحابة في القرآن هذا أن الله أثنى على الصحابة في القرآن أثنى على الصحابة طيب أجب الصحابة. على سؤالي أجب طبعا. على سؤالي طبعا. أنت ماذا تقول في الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن ماذا تقول في هذا لا هذا هل هذه الصحبة لأبي بكر رضي الله عنه كما ذكرت أنا أرجح أنها صحبة إيجابية بالمعنى الإيجابي لأبي بكر رضي الله عنه هذا وبسببها يترضى عن أبي بكر لأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندي هذا موضوع ما عندي مانع أنا أترضى ترى ما هي مشكلة ولكن تعرف لا هو